السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة لطلاب العلم الروحاني، تعلن قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني عن الدورة التعليمية الجديدة. هناخد في الدورة أوراد روحانية خاصة بكل طالب، وأوراد خاصة بتنظيف الجسد، وأيضا إذن روحاني بكل المجربات اللي هنتعلمها مع بعض من خلال الدورة. هنتعلم أيضا علوم الفلك زي الأوفاق وعلم الجفر وعلم الحرف وارتباطهم بالشريعة الإسلامية وبالقرآن والسنة النبوية المطهرة. وأيضا هنتعلم أوفاق زي مثلث غزالي، مثلث خالي الوسط، ومثلث محلول، ووفق مربع، وأيضا وفق مخمس. وكمان هناخد كشوفات روحانية صادقة ومجربة بالكامل، يعني كشوفات كاملة شغل فعلي. هنتعلم أكتر من مندل بوسيط وبدون وسيط، اللي هو جماعة المندل النفسي. كمان هنتعلم أكتر من طريقة للكشف عن الأسحار، وأكتر من طريقة لفك السحر، منهم فك السحر بالتهطيل. هنتعلم نكشف ونستخرج الأسحار من داخل المقابر، واستحضار السحر المعلق والمدفون ولو من فترات زمنية بعيدة. وأيضا هنكشف عن الغائب. هنتعلم أكتر من طريقة مجربة لعلاج المس والمس العاشق، وأيضا طرق للعلاج. وهناخد مع بعض نفحات ربانية، وهنتعلم استنزال خدمات بالقرآن الكريم، وهنشرح طرق صحيحة ومجربة لهداية القرين. وأثناء الدورة هيتم تدريب الطلاب على حالات علاج تحت إشرافنا. باختصار، حضرتك هتخرج من الدورة روحاني متمكن، وده طبعا مع الالتزام بالأوراد الخاصة اللي هنديها لحضرتك. والدورة هتكون عبارة عن عدة مستويات. المستوى الواحد مدته شهر 30 يوم. سعر الدورة للمصريين الشهر ب750 جنيه مصري، ولغير المصريين ب$50 فقط سعر رمزي. هنترك لحضراتكم رابط المجموعة اللي هيتم فيها تجميع الأعضاء في صندوق الوصف. نور البيان تتمنى التوفيق للجميع.